دعوة السيد حميدتي، وكما هو دعوة البشير على مدى كم سنة، وهو دعوة البرهان، وهو دعوة كل من يعني يتحدث عن السلام. لكن السيد حميدتي نسي تماما أنه نحن حينما تمرتنا وقتها لم يكن هناك حميدتي، ولم يكن هناك دعم سريع. وبعد سنة من تمرتنا الحكومة صنعت جنجويت اللي مارست الإبادة والتطهير العرقي وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، وتطور الجنجويد وسموهم الشرطة الظاعنة، ثم أبو طيرة، ثم حرس الحدود، ثم في 2014 سميوا بالدعم السريع، وهم دي نفس الجنجويد. فالسيد حميدتي ما بعرف عن السلام، لأنه هو أداء الدعم السريع ده أداء خلقوه أنه يحاربنا نحن، وهو الأداء المورد به كل هذه الجريمة الجرائم لحد الليلة. فطبيعي جدا إذا هو كان داير سلام، وأنه هو قابلنا وما قابلنا، ما نحن قابلنا البشير كم سنة، السلام ما بجي بالدعوات ولا السلام بجي بأساس بنزع سلاح الملي، أول حاجة بإيقاف الإبادة والاغتصاب اليومي ده، بنزع سلاح الميليشيا ده بما فيه الدعم السريع ده من ميليشيا، والنزع وإعادة النازحين إلى قراهم الأصلية وحواكيرهم، وإعطاهم تعويضاتهم الفردية والجماعية، والتسليم المجرمين. حتى لو حميدتي والعبد الواحد مطلوب من محكمة الجنايات الدولية يجب يسلم نفسه، السلام بدي بكده. لكن أنت قتلت الناس وشردتهم وقاعد تحسي بقوة الميليشيات بتاعتك، وانت المارسه فيهم كل الاشياء، وتدعوهم انه يرجعوا القرى بتاعهم، قال لي وانا ممكن دول القتلك نفسيا هو اللي ممكن يحموك، الناس بعرفهم بالاسم. الكلام جميل لكن عمليا ما ممكن، ده واحد. اثنين، احنا نقول للسيد حميدتي انه المشكله ما في دارفور، وما يقيم الامور في وسط دارفور، لانه انا موجود في مدينه دالنجي، احنا اسمنا حركه جيش تحرير السودان، احنا دايرين نعيد صياغه الدوله السودانيه عشان ثاني ما يكون في موت، وعشان يكون في صياغه اعاده صياغه الدوله السودانيه. الشعب السوداني انطفط، ونحن منهم في انتفاضه بتاع ديسمبر، وقالوا دايرين دوله مدنيه، دايرين اعاده هيكله الجيش السوداني والميليشيات، ويتم سلام. السلام ببدأ بأمن الناس في الأرض أولا، ده السلام الحقيقي. لكن الليلة كده شوف في السودان يعني السلام ما موجود، المتظاهرين بقتلهم يوميا، في دارفور يوميا الميليشيات أسلحتهم البشير بما فيهم الدعم السريع بعدين بيقتلوا في الناس، إذا كان لبسوا ملابس الدعم السريع أو باسم الدعم السريع أو الدعم السريع. ده اتكلمنا عن حميدتي، لكن أس الأزمة والطريقة بتاعت الناس البصنة وحميدتي، ما هو قبل الحميدتي ده كان في موسى هلال وفي غيره، وقالنا الحميدتي ده لو قادرين بغيره وبغيروا اسم الدعم السريع. احنا دائما قاعدين نقول ده مينو يعني حميدتي يتفاوضوا معه في شنو؟ ما حميدتي ده هو أداة استخدم لمحاربتنا احنا، لو ما احنا اتمرتنا كان ما في حميدتي. يعني حميدتي ده قبله كان في موسى هلال وفي ميليشيات ده جنجويت ناس كوشيب وغيرهم، يعني هو ما الخصم بتاعتنا، هو الاداء. انا قدرنا ننهي عمليه الادوات البديله، انا احنا قدرنا ناسس لجيش قومي بتفكير دينا في التاريخ الدنيا دي كلها. ذول يوم ما فات المدرسه الحربيه ولا كان عسكري وحس جنرال، ده ما في الا في السودان. قدرنا نغير، قدرنا قدرنا المؤسسة العسكرية اللي بتخلق الميليشيات ده، المؤسسة العسكرية المهمتها حماية المواطن السوداني. التفاوض، التفاوض بينتهي بتقاسم يدوك سلطة وثروة، ده الحسي موجود قدام كم وزارة وكم اسم شنو او برهان بيشيلهم وبرجعهم وبقراجهم. احنا قدرنا نغير الآلية، فيش الآلية بتاع صناعة القرار في السودان. الثورة ده منادت بالمدنية، أن إحنا أولا يجب أن العسكريين يسلموا السلطة للمدنيين كاملة، ثانيا أن إحنا قدرنا نعيد هيكلة الجيش ده ويؤتمر تحت الحكومة المدنية اللي بيكون باسم رئيس الوزراء أو برئيس جمهورية حسب ما اتفق عليه الشعب السوداني، لكن يكون هذا الجيش بهيكلة، بحيث أن الهيكلة وإعادة هيكلته وإعادة تدريبه وإعطاء الجيش ده يقوم يدوهم عقيدة قتالية جديدة مهمته حماية المواطن السوداني
ودستور السودان وأمن السودان، لكن ليس من مهمتها إدارة الحكم في البلاد. في السودان كلمات أمت بالبرهان ده، الثورة السوداء ما سوى الجيش ولا الميليشيات، سوى الشعب السوداني المدني السلميين المدنيين. وبعد ده برهان نطف السلطة، برهان هو الفضل والجيش وأركان حرب ده أمر الفضل الاعتصام لاتفاقية جديدة تحت إشراف المجلس العسكري، أو ما بسموه هسه سموه اسم جديد قالوا شنو، المجلس الأعلى للقوات المسلحة، زي مجلس السيادة، زي المجلس العسكري، زي اللجنة الأمنية، زي المجلس بنادي شنو ده، اللجنة العليا للقوات المسلحة، المجلس الأمن والسلم، ما ده كله أجسام هي الحاكم الفعلي في السودان. لأنه البرهان هو الحل الحكومة، حكومة حمدوك، هو الليلة كمان بعلن أنه هو خلاص الجيش انسحب، بكرة كمان يتم تأسيس حكومة مدنية، بكرة برهان يحله. أن إحنا كحركة جيش تحرير السودان نقول أنه الآلية دي تنتهي وإلى الأبد. من 56 عملوا عبود في 57، والنميري عملوا في 69، وجال بشير عملوا في 89، والآن البرهان بعملوا في 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 الان يهودا في الانقلاب بتاعته الحاسم موجوده، وانقلابه الاول اللي اتفقوا مع الحريه والتغيير في تقسيم السلطه، بينما الشعب كان الانتفاضه بتاعهم كان واضحه مدنيه ومدنيه وشعارات مرفوعه، الجيش انحاز للشارع. ما الثوره ده ما ثوره جيش، ده ثوره الشعب السوداني السلميين. يعني البرهان وقاده الجيش اللي عندهم دبابير وعندهم البتاعات ده الاسم شنو ده الرانك العسكري العالي ده، يعني جنرالات ديل، لو ما كانوا بوغلوا في قتل المدنيين السودانيين في دارفور، في جبال النوبة، في تقسيم الجنوب، في النيل الأزرق، في فض الاعتصام، في قتل المعتصمين، في قتل المظاهرين، الليلة كانوا هم اللي لقوا الدبابير ده، يبقى ديل هم ما كانوا جزء في الانتفاضة ولا في ثورة الشعب. فلذا يجب عليهم أنه ما يتسلقوا ثورة الشعب. الحلقة الآتي زي ما نحن قلنا قبل وكنا ماشيين فيه، أنه يا أخي فكرة أنه تعال نديك ده ما الحل، زي أخونا زي السيد حميد قال تعال يا عبد الواحد نديك الحاجة ده، أنت نبت الدنيا أنا. بعدين أنت لا تربط ده مشروع حركة تحرير السودان، أنا عبد الواحد ده شنو، ما أنا حسي قاعد معك ممكن أموت، ممكن يحصل لي أي حاجة، الحركة ده مشروع، مشروع دار التغيير. أن إحنا جينا كحركة بمشروع واضح نقول أن الفترة الانتقالية ده فترة الثوار اللي هو الكنداكات والشفاتة ولجان المقاومة وجيل الناخب راسه، الناس اللي عملوا الثورة، ما الناس اللي داروا يجي يمططوا قطار الثورة ويمثلوا زي ما حصل التشويه الهائل ده والمعمع اللي نحن وقعنا فيه. الثوار الحقيقي عارفين هم ثاروا ليه ودريشن ولجان المقاومه، هم انا عارفين دريشن والقوه الشريفه الفعلا برفض اي تطبيع او تقاسم، درني اسس لوطن حقيقي ما مؤسس من 56 منذ خروج المستعمر لحد الليله، وده ما ممكن الا بابعاد العسكر من السلطه نهائيا ويعود مؤسسه زي البوليس، زي المؤسسات الاقتصادية التعليمية الصحيح، واحد من المؤسسات ويكون القائد العام بتاع هذا الجيش والمؤسسة العسكرية الواحدة اللي تم إدماجه وإعادة هيكله في جيش وطني واحد، وده يكون مهمته حماية الناس، ويكون القائد العام هو رئيس البلد المدني الجابوه السوار أو انتخبوه الشعب السوداني كما كل جيوش العالم، يكون تحت إمرة الدستور وسيادة القانون، وما يكون مطلق العنان كما الجيش السوداني من 56 لحد الليلة أقعد السودان، والسودان ماشي في عجلة تناقصية. أن إحنا كحركة جئنا بالحوار السوداني وكنا على وشك أنه نطرحه، لكن عاجلنا الانقلاب العسكري وقطع الطريق، والليلة بما يسمى بالحوار هذا الاصطلاح سرق مننا وشوه وما عارفين هو الحوار شنو. بعدين لا. انت ما ممكن تقول لي الجيش انسحب، بكره كمان الجيش حل، احنا دارين الآلية ده ينتهي، الجيش ده يعود مؤسسة وطنية عادية
يأتمر بالسلطة المدنية كما ذكرت لك قبل قليل.